الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في هذا اللقاء من برنامجكم ومن آياته، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن صفة يحبها الله عز وجل، يتصف بها أهل التقوى أهل الإيمان، ألا وهي الإنابة إلى الله عز وجل. الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أمرنا بالإنابة إليه في كل أمورنا، وأن نقبل عليه في جميع أمورنا وفي جميع أوقاتنا. فالإنابة أيها الإخوة والأخوات منزلة عظيمة، نالها من أشرف الناس، نالها الأنبياء والمرسلين، فقد أثنى الله عز وجل عليهم، أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه السلام، فقال عز إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله عز وجل كذلك عن نبيه داود عليه السلام، ماذا قال؟ قال فاستغفى ربه وخر راكعا وأناب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين دائما رجوع إلى الله عز وجل، ذاك الإنابة الرجوع والالتجاء إلى الله عز وجل، كان دائما رجوع إلى الله عز وجل ويقبل على الله عز وجل. قال الله عز وجل حكاية عنه، ماذا قال عنه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام، كان من دعائه يقول عليه الصلاة والسلام ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا، أي راجعا إليك في عبادتك، متضرعا إليك، فمقبلا على الله عز وجل. فلا بد الإنسان أن يكون دائما راجعا إلى الله عز وجل، منيبا إلى الله عز وجل، مقبلا على طاعة الله عز وجل، مجتنبا لنواهيه عز وجل. إذا علمنا هذه المنزلة للمنيبين، فكيف ننال هذه المنزلة؟ أيها الإخوة والأخوات، من أفضل الأمور التي تنال هذه المنزلة التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى. كان فمن تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه كان من المنيبين، كان من المنيبين. فلا بد أن يقبل الإنسان على ربه عز وجل. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. هذا مخاطبة الله عز وجل لعباده، ماذا يريد العبد أكثر من ذلك؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. سبحان الله، إذا ذكرت الله ذكرك الله، وأنا معه حيث يذكرني. والله لله أشد، والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، ماذا؟ يجد ضالته في فلاح. إنسان ضيع شيء ثمين في فلاح، يحزن ويبحث، فإذا وجد هذا الشيء ماذا يحصل له؟ يفرح، يفرح بأنه وجد هذا الشيء. الله عز وجل فرحه أعظم من هذا الفرح. بماذا؟ هل بشيء لنفسه؟ قال بتوبة عبده. فإذا الإنسان أذنب ذنبا عليه بالمسارعة والمبادرة إلى التوبة، لأن الله عز وجل يفرح بهذه التوبة. ويقول الله عز وجل في هذا الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا.
الله يتفضل على العبد، يتفضل على العبد. ومن وإذا أقبل إلي ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي ماذا يفعل الله عز وجل؟ قال إذا أقبل إليه يمشي، قال أقبلت إليه هرول. هذا من فضل الله عز وجل علينا، فلا بد علينا أن نجدد التوبة مع الله عز وجل دائما وفي جميع أوقاتنا، في جميع أوقاتنا، وأن نلتجئ إلى الله عز وجل. متى؟ أن نلتجئ إليه عز وجل في السراء والضراء. يقول الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فالإنسان لا يلجأ لغير الله عز وجل، لا يجعل بينه وبين الله واسطة، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل. وكذلك من أسباب نيل هذه المنزلة العظيمة، منزلة الإنابة، أن يرجع إلى ربه بالعبادة والصلاة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب ذنبا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ارتكب ذنب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. فماذا لما أصاب ذنبا يعني ماذا حدث بعد ذلك؟ نزل قول الله عز وجل أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ماذا؟ يذهبن السيئات، ذلك ذكرى لمن؟ للذاكرين. فالصلاة على طول بادر إلى الصلاة، بادر إلى الوضوء والصلاة، واستغفر الله عز وجل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا أقبل عليه بإخلاص، إذا رجع إلى الله عز وجل وقام مصليا بين يديه. فإنه لما يصلي العبد فإنه يقابل رب العالمين، فإن الله أمامه. فالصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل، فلا بد أن يبادر الإنسان إلى هذه الصلاة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن رجل إذا قام يصلي أقبل على الله بوجهه. فهذه منزلة عظيمة لا بد أن تخشع فيها وأن تخضع وتنقاد لله عز وجل في هذه المنزلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر ماذا يفعل؟ يفزع إلى الصلاة، لأن الصلاة صلة بينه وبين الله عز وجل، يخاطب الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. ولذلك لا بد على الإنسان دائما أن يسلم أمره لله عز وجل، وأن يرجع وأن يدعو. كذلك من أسباب نيل الإنابة الدعاء في صلاة الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، أي رجعت وخضعت وانقدت إليك. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من المنيبين. وكذلك أيها الإخوة والأخوات، بالإنابة تتحقق السعادة للإنسان، تتحقق السعادة للإنسان. قال عليه الصلاة والسلام إن من السعادة أن يطول عمر العبد فقط، لا، أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل ماذا؟ الإنابة. لا يكفي تطويل العمر فقط، وإنما أن يرزقه الله عز وجل الإنابة، أي الرجوع إلى الله عز وجل. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.